عائشة ما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي سلام عليه قال: ما سميتم ابني؟ قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: سميته يا رسول الله ريثما تقدم حربا، يعني اسم مؤقت. وهذه التسمية طبعا بها يعني إطلالة على واقع الحالة التأسيسية للدين، وأنه حرب على أعداء الله وأعداء الرسول وأعداء التوحيد. وفي نفس الوقت إشارة لتقديم قول النبي وأنه هو الفصل، يعني إحنا لو مو النبي إحنا حرب عليكم، إحنا هم قبيلة مثلكم، ولكن له النبي إلى الفصل. فهذا فيه احترام يعني ولطيفة ملفتة لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت لأسبق ربي بتسميته، أنا أنتظر اسم ثابت إلى من الله سبحانه وتعالى. كذلك احنا فصلنا مفصلا ان اسماء اهل البيت هبطت من السماء من الله سبحانه وتعالى. فنزل جبرائيل وقال: سميه باسم هارون. فموضوعك نفس موضوع موسى، ووصيه نفس موضوع هارون، واولاده نفس موضوع اولاد هارون، فهو شبه. فقال: يا حبيبي جبرائيل، لساني عربي. قال: هو حسن. وحسن المعنى ماله مادة الحزن، يعني سلام عليك سلام عليك سلام عليك، يعني إذا تريد ترجع ارجع مصدر فيكون حسن مصدر، منه يشتق كل أنواع الحزن والجمال، فشاء الله أن يجعل له هذا المعنى. ثم قال: ناولوني ولدي، ناولوه بخرقة صفراء. قال: لا تلفوا ولدي بخرقة صفراء. ففتحها ونبذها وقال: علي بخرقة بيضاء. هذا اللي تبعته لأن أنا أذكره باستطرادا، يعني لا نفصل فيه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من تقبيله في فمه، فقال: يسقى ولدي هذا الصبح ويقتل مظلوم، ويصلح الله بين فئتين من المسلمين عظيمتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما شب الحسن وثم شب الحسين، يعني ولد في نفس السنه، يعني بعد سته اشهر ولد الحسين، فكان شبهته وابيه يتحركا في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحمل حسنا على عاتقه الايمن ويحمل حسينا على عاتقه الايسر ويسير بهما بين اصحابه. وهذا منظر ملحف جدا جدا ملحف، يعني لا تنسى النبي مقامه القبلي والرئاسي والنبوي. ومن المشاهد التي كانت، كان في بعض الاحيان ابو بكر قد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يحملهما على عاتقه، فقال: نعم الجمل جملكما، يعني انتم راكبين كجمل، يعني شبه النبي بالجمل، قال: نعم الجمل جملكما. فقال صلى الله عليه وآله: ونعم الراكبين هما، هما هم أحسن راكبين. ولما شد أكثر فكان يلعب مع أقرانه، يقول: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا به يرى حسنا أو حسينا فيتركنا. وجهاء الصحابة والرجال والأعيان يتركهم النبي صلى الله عليه وآله، فيقول لحسن: من ها هنا من ها هنا، يعني عرفت شلون شنو؟ يعني يشوف الحسن من هنا، فلما يتركنا يروح يريد الكوسه، فيقول الحسن من ها هنا، يعني يروح من هنا، بعدين نري راح من هنا، بعدين يجي من هنا، نري يجي من هنا، ثم يعتنقه ويشمه ويقول: صدق الله حيث يقول: انما اولادكم واموالكم فتنه. ومرة كان على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدخل الحسين والحسن وهما
يتعثرون بثوبيهما، يعني لابسين الثوب شويه طويل عليهم، ولما يمشون يدوسون عليه. فقطع الخطبه ونزل من المنبر واعتنقهما وشمهما وقبلهما واخذهما معه على المنبر، وقال صدق الله حيث يقول انما اولادكم فتنه. ومنه ايضا وهو الاعجل، طبعا ابني ما قال القصص، يعني ما دام فبني تقريبا الاسس، يعني مريت على حوالي 100 حكم شرعي. واحد من عنده ان النبي صلى الله عليه واله كانت الصلاه، فيقول بعض الاصحاب وجدنا حسنا وحسينا يقول بين رجليه، يقول يعني يريد يطبق راسه من بين ساق النبي صلى الله عليه واله فيفرج له رسول الله صلى الله عليه واله. الامام الحسن يروح، الامام الحسين يحكي بين رجلين النبي. ثم اذا ذهب طبعا هاي مصادرهم اجماع المسلمين من جهه واحده، كان يحبهما حبا جما، يعني بالشكل الغريب كان يحبهم كلش، يقول ريحانتاي من الدنيا. ثم يرجعان، يعني الحسين مثلا يلحق الحسن، الحسن يدخل بين ساقي الذي يخرج له، فلما يذهب السلام عليكم يحب ان يرجع فيخرج له النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الموضوع مرتبط به انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا والذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون، لانه اكو في راضي وغد من بعض الاخوه يقول شلون نعطي الزكاه هو بالصلاه، هذا موضوع غير موضوع، يعني كيف تفكر بالفقير؟ فهذا هو الذي اصلا يلعب مع اولاده في الصلاه. وكان ايضا يحمله، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد ركب الحسين او الحسن على عاتقه فلا يرفع راسه حتى ينزل الحسن، فيقال له يا رسول الله ظننا انه نزل الوحي عليك، قال لا، انما ولدي الحسن او ولدي الحسين ركب عاتقي ما احببت ان انزله. شوف الطفل بين الوراثه والتربيه للشيخ السلام عليكم محمد تقي الفلسفي، ضروري شوف هذا ثلاث مجلدات، شوف حقوق الطفل في الاسلام ايش قد بعنايه وقد باهتمام خاص. سبع سنوات الولد المفروض يترك كما في الخبر ملك، سبع سنوات هو ملك هو يحكم، وسبع سنوات تربيه وسبع سنوات تصاحبه، ثم هو اما عدو لك او صديق. هذا اللي كلها دراسات، هذا مو قصه يعني الذي فرحان، مو هذا لا، مو هالشكل، يعني عواطف مجرد، مو مجرد عواطف. فكان يجعله لا ينزله عن عاتقه، ولربما اخذه معه في الصلاه بعد يعتذر منها. يعني الحسن يجي هسه شايفين الاولاد احيانا يجون، يجي يقعد، مو الذي يسجد يسعد فوقه، لما يريد يقوم ما يقوم، يريد متجب به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتنقه، وكان ياخذ هكذا امام ايمن كما في بعض الاخبار، امام طفله صغيره كانت، لما كانت صغيره كان يحتضنها، فيوقف يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن، متصل بيده. ولا من عندنا هيك نسوي؟ احنا اذا الطفل اخذ التربه، لو مثلا اذا ركب علينا او كذا، الصلاه لو على اساس بطلت، لا، ما تبطل الصلاه. الطفل لا يبطل الصلاه بهذه الصوره المعتاده، يمكن تطور سجودك، يمكن تطور ركوعك، يمكن تكسر السبحانيات، فما تبطل صلاتك. الا اللهم هو يحدث عليك او على المكان يحدث حدث ينجس، أو يخرجك يدفعك مثلا من هذا، يخرجك عن صورة الصلاة فتبطل الصلاة حينئذ لخروج الصورة لا لعند الولد، يعني إذا دفعك بالتثابت صلاتك صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا كان يذكر الحسن والحسين إماما قاما أو قعدا، وذكر بهما الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. شوف الحسن في القرآن للإمام الشيرازي، يعني انت لازم تلاحظ اهل البيت وهم عند القران، شوف اكو بالقران ذكر الحسن والحسين ولا لا؟ اقل ولا لا؟ بالك اولاد اثنين كانوا يلعبون على صدر النبي، وحتى لما كانوا اولاد اثنين يلعبون على صدر النبي الى سنه
11 أو 10 للهجرة، بالتالي كل واحد تقريبا